المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد. كم بخير بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطباوي البابا البطريرك الأنبا تودروس ثاني وشركائي في الخدمة الرسولية أبائنا المطارنة والأساقف المجتمعين معنا ويغفر لنا خطايانا يا رب نسأل ونطمن صلاحك يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الاشرار قيام الاعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن الآباء المرشحون للأسقفية وعن موضعك المقدس هذا
أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. كني يا ليسون بترسكون بنوتي طون في بون كني يسموت وامشي نقف شوين بعوي عبيمسي صوين عمي ام بيبيون شيت فاري امسي شوي ادب انت ادب صاني منشان افور بين عرم ببارك لتون بابن ما انت تي ام اسمي شرتي سيطة سميسينا نيم ابنوتي بلوش شيرني موري هي فين هو شيري ابو شيرني ماري اصحاب بيسوى شيري ميخائيل بنش تنار شيعة انجلوس بكري مانو غاين تيتي انا استاسي شير نشير وبي شير نشير رقيم شير طماطير نبرانيون شير يوم النيس بين اشتيم برو ودرو مشير بيو سنجنيس إن أنوين شير الأجوز يوم وتيين أبو وصلوا شير الماسكي سنتي من جوي بيسوس بخلصون شير نقوم تيرون شير بي إفانجي انسين شربي ابسطونس ابا مركوز بيتهوري مول شرس ليفنو اوز بي شرب ما ارتيرو شرب عشيزي اكل قوه تسمرون شرب تنوني مارتيرو شرني شويقن شيرني أصدورت بجوز بورغور جيوس تغدورت بسراتينة ديسفينو باتير مركوريوس أبا من أنتني بايت أبا أبا نبشيرين يوستونس إيسوس بيريس جنساب من بوغو تنتي هويروك ويوت اوز اترك قريب اوكم بن بطري ايه ارشد باب ابا تواندوز بارشينبس ما تنغرو فين بابي سرونوز نمنف كيش بيرلي طربو اوستني اوجي سواب الدي ايه كيوش
واسلمني رزقه واسقني اسقيني مما تكرهه جنوب الخنود. نور تتيريني موينا آن انت كيريني سمنين آن انت كيرين كان النوبين آن بول 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 نقا إمانويل بن نوتيخ تنتمي إتي تنخن بقوم ونتب ميوت نمبم نمائي سوا بنت باسم ويرون شرين إن انت القبو إن نيت انت قالت شوني شون انتيني نوشت مقبي خريستوس نمبك يوتنا صوت نمببن ما يسوى بجيك تنك صوت يمون ناينا إيرني باسي إيقم نوماتي إيسو بالنون مرنت بنوتي ببن تكرا إيسو بن نوتي بن صوتير إيسو بن خريستوس تنتو تنتوك فنتك متعاصوس بما يروم يقريب مبشويس إني بسيك إيطا بن كوت نريوتي نم ننسني يو Christianos in ante be Christos benoti anon de hon intefer finaini man intefkan in novinan e شتيروم خنكم فن نوتي سواب أبراهام
ساق نم يقوم شان شوق من الخلا يجمم تمتبهم تمخن بي برازي صوص انت ابقون بما تبوت ابن جمكانيت نمت لي بنم بيام خن بوين انتين يسواب انطاك لأنه لا يكون موت العبيد كابل وانتقال وإن كان قد لحقهم توانا وتفريط كبشر وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح محب البشر تفضل يا رب أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين من مشارق الشمس لمغربها ومن الشمال للجنوب كل واحد باسمه كل واحدة باسمه يا رب نيحهم واغفر لهم لأن ليس أحد طار من دنس ولو كان يوما واحدا على الأرض أما الذين رب أخذت نفوسهم نيحهم دم لمعدنا نصيبا ومراسا في معقفة الدين تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية مبارك أنت يا رب إله أبانا مزيد بركة واسمك قدوس مملوء مجد الأبد أمين فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكلنا عليك لأن عين الكل ترجاك أنت تعطيهم طعام في حيني اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكثر الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل والأبد أمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أني لي برك يا رب رحمتك دائما للأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل أنا طلبت للرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب اتجهت إليك خلصني وعلمني أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعيل النور فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب لك تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن والأبد أمين جيد والاعتراف للرب والترتيل لاسمك العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي قام الأموات صعد إلى السماوات رحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دار دور أمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطيئه يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطيئه يا رب عنا اقبل طلباتنا اليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد تم بخريسوس يسوس بين شوي سامي الهلويا شيرين التنتيوس يسوع باسمينهم Et oi en barsen og sinnsyn i ven, tim er snodd et smaven be Kristus. Herre, og en tøyne bros et skirek, slår jeg av en skirek, men riten til fjernen og en annen bor. Kjære sier tas mi sin annen be øyne, tar mi be Kristus, ben nå tid i barthen og sin sånn. Herre, og en tøyne bros et skirek, slår jeg av en skirek, men riten til fjernen og en annen bor. Ti barthen og smar Te borostadis eden odin deb genus in de dimetrumi. Ari preste vineri egon, harim de Christus mitari popo posin, te kurem otan, biko e volentieni novi. Cere ne oti barzeri.
تم فيف كيم بايمان يو سو ماتشي موتي لاكوس اني قابوس طرق دفور في بلخني اسمه كتبريكي لاكوس موتي راجد بيت باش فافتم في بيفنا ارشور بيروتي لغاليليا تتنا بيروف اما بجي ايقوس نوتي أكتشين بدأ يوم بنيوت بدونت بيت أبين شنو بينا أبير السلطر وإني بجيك الأوين أمجن تكاوي أبتن هول تيني شفتن بسم توروني بيوي سريك شو من أورو بريمي صب شو إنديك ليسن يازلك أمونيين بك لهم سلنو طوبون الروم اسمي مجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر رسلك للشهداء تالي صدقين كنز غفر الخطايا نبشر بالثلث القدوس لوت واحد نزل له المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد
المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، مريم العذراء وتأنس، صلب عنا على عهد بلاص البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بصم الآب، نزود له المجدهم مع الآب والإب الناطق الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة عصرية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات.
المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطبل أن يمكن لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بناجينك المقدسة بطلبات قديس صلوا من أجل الإنجيل المقدس الذين أمرونا وأوصونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا المستضعفين الليل يا الليل Ni et kis
Κύριε φλόγησον του κατά μάρκον Αγίου Ευαγγέλιο το ανάνοσμα. Ασύ Κύριε سماع الإنجيل المقدس فصم بشهادة الإنجيل لمعلمنا ماذي مرقس البشير بركاته بركاته على جميعنا سبح يا نفس الضب وسبح الضب في حياتي ورتل لإلهي ما دمت موجودا يملك الضب إلى الدهر وإليك أصهون منذ جيل إلى جيل شعبي ويباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل أبوة مثل خضاف يبصر المستقيمون أنت هو الكاهن إلى الأبد على تخص ملكي صادق أضب عن يمينك يا أبان الباب البطريرك الأنبات ودوس الثاني وشركائك في الخدمة الرسولية أبائنا المطارنة والأساقفة المجتمعين معنا الرب يحفظ حياتكم أمين مبارك
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي، له المجد دائما. وسمعهم يتحاورون، فلما راى انه اجابهم حسنا ساله اية وصية هي اول الكل. اجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي: اسمع يا اسرائيل، الرب الهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل نيتك ومن كل قوتك. هذه هي الوصية الأولى، والثانية مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأن الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل النية ومن كل النفس ومن كل القوة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع الذبائح والمحرقات. فلما رأى يسوع أنه أجاب بعقل أجابه قائلا: لست بعيدا عن ملكوت الله. فلم يكسر أحد بعد ذلك أن يسأله، فأجاب يسوع وهو يعلم في الهيكل قائلا: كيف يقول الكتب أن المسيح هو ابن داود؟ لأن داود نفسه وقال بالروح القدس: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت موطئ قدميك. فداود نفسه يدعوه ربان، فمن أين هو ابنه؟ يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا،
ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا الشرير بالمسيح يسوع أن لك الملك والقوة والمجد. إن مخرسوس يسوس بن شويس تسكيف العاسمون تكريو كلينتي إن أبيان صاكيري تفوب وامين ايرني باسي نعمتي سو ايها السيد ربي يسوع المسيح كلمة الاب قطع كل ربطات خطايا من قبل الام مخلصا محيا الذي نفى فوق تلاميذه وقدسيه وسط المكرمين قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من امسكتم عليهم امسكت انت الان ايضا يا سيدنا انعمت الذين عملوا في كهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة ان يغفروا الخطايا على الارض وتحل كل ربطات الظلم الان نطلب عن عبيدك ابنائي واخوتي وضعفي هؤلاء محيي برسوم مجدك المقدس ارزقنا رحمتك ان كنا قد اخطانا ليك في شيء بعلم او بغير علم او بجزع القلب او بالفعل او بالقور او بصغر القلب فانت كصالح محب البشر اللهم نم علينا بغفران خطايانا باركنا امين طهرنا حالنا وحياة سائر شعب امين 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 كريانا يسوع كريانا يسوع كريانا يسوع تفضلوا استريحوا تفضلوا استريحوا ممكن نهدى شوية الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان وللابد امين اخرسوس انستي المسيح قام وتخرجوا من أديرتنا القبطية وصاروا مختارين للخدمة في درجة الأسقفية وفي تأسيس الإبرشيات في البداية باسم كل المجمع المقدس لكنيستنا القبطية نشكر حضور سيادة اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط السابق وفضيلة الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ونائب وزير الأوقاف بمديريات الوجه القبلي والسيد الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين وسعادة
السفير تروي لولاشنيك سفير كندا بالقاهرة. نشكرهم لمحبتهم ومشاركتهم معنا في هذه المناسبة الجميلة. بنعمة ربنا يسوع المسيح وبشفاعة أمنا العذراء مريم والقديس العظيم ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد وكروز بلادنا مصر، وببركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة، وببركة صلوات الآباء الأحبار الأجلاء وكل الحضور، نقيم وننادي على اثنين من الأساقفة لكي ما يجلسوا في إبرشيتهم، إبرشية عريقة وإبرشية جديدة، الأولى في مصر والثانية في فرنسا. وأيضا نقيم بنعمة المسيح ستة من الآباء الرهبان الأفاضل، نقيمهم أساقفة عموم لكي ما يخدموا، اثنين في القاهرة واثنين في خارج مصر واثنين في الوجه القبلي. أن الكنيسة تعد من أبنائها من يصلح لهذه الرتبة الجليلة وهذه الخدمة الرفيعة، إنما هي رحلة عمل ليد الله في وسط قلوب ونفوس كثيرة. الخدمة بحسب قول السيد المسيح: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. ونحن في الكنيسة من الناحية الروحية لا يوجد مفهوم الترقية، ولكن يوجد مفهوم التعب. ولذلك هؤلاء الآباء الأحباء كل في خدمته التي سيكلف بها، إنما هي ليست دعوة للراحة ولكنها دعوة للتعب. سأشرح لكم بعد سلسلة طويلة من الصلوات والمشاورات مع أباء أساقفة ومطارنا ومع سكرتير عام المجمع المقدس نيافة أنبا رافائيل ومع أباء أحباء استقر الأمر على هؤلاء الأباء الثمانية. الأول نيافة الأنبا يؤنس، ده لسه هقول كلام كتير. نيافة أنبا يؤنس من الآباء الأحباء، هو من أبناء دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وهو طبيب وقد ترهب في عام 1987، وشاءت العناية الإلهية أن يخدم سكرتيرا للمتنيح البابا شنودة. ف21 عاما، يعني نصف حبرية البابا شنودة، خدم سكرتيرا معه
أولوجيوس أسقفا لدير الأنبا شنودة. وفي عام 1996 يعني من حوالي 20 لمجلس الكنائس العالمي من عام 1998 حتى الآن. مطران أسيوط كان نيافة الأنبا ميخائيل شيخا للمطارنة، خدم هذه الإبرشية العريقة قرابة 70 عاما، خدمها بكل محبة، وفي سنواته الأخيرة كانت الأتعاب والأمراض تشتد عليه، سواء العلاج في أسيوط أو في القاهرة أو في ألمانيا، وهذه الأتعاب الكثيرة عندما ازدادت وصارت حالته الصحية غير مواتية لإدارة الإبرشية، ألفنا لجنة من أباء وأحباء إخوة، ثم بعد صلوات شخصيا كنت أرفعها إلى الله، عدت أفكر مين من الأباء الأسقفة ممكن يسند أنبا مخييل في هذه الأيام الأخيرة. وأعطاني الله أن يكون نيافة أنبا يؤنس، باعتباره مرتبط بخدمة كبيرة في القاهرة، خدمة أسقفية الخدمات، وسيؤدي هذه المساعدة وهذا التكليف لحين تدبير حال الإبرشية. لم يخطر ببالي على الإطلاق الصعيدة يضحكوا علي وياخدوا أنبا يؤنس مننا. وأدركت تماما أن الصعيدة شطار والأسيطة شطار قوي، وكنت قلت في البداية أن احنا ما نستغناش عن أنبا يؤنس في القاهرة في خدمته، وفعلا كنت بقولها من قلبي لأن الخدمة الكبيرة في أسقفية الخدمات، ولكن وضعنا الأمر أمام الله في الصلوات إلى أن استقر الأمر واختيار أهل أسيوط لنيافة أنبا يؤنس. أما أسقفية الخدمات وهي أسقفية تقوم بكل من يخدم ويعمل فيها بدور كبير جدا في الكنيسة وفي الخدمة الاجتماعية والخدمات العامة والمسكونية، فسيوكل المسؤولية والإشراف عليها لنيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام في خدمة كنائس مصر القديمة.
هذا بالنسبة لأسيوط كإبرشية عريقة. لكن قبل أن أختم الكلام عن أسيوط، أنا تقابلت مع الآباء الكهنة فيها ومع أراخنة ومع الرهبان ومع المكرسات، وتقابلت مع شباب وخدام من ساحل سليم ومن البداري، وجلست جلسات طويلة، وتواصل معي عدد من الشباب على الموبايل وعلى النت على الإيميلات. جات لي إيميلات كتيرة كنت برد على معظمها، ولم أعتمد على أي أوراق تأتي من أسيوط، ولكن كنا نأخذ الآراء في أثناء اجتماعي معهم. وكانت هذه الرغبة الكبيرة لشعب أسيوط أن يكون أسقفهم هو نيافة أنبا يؤنس. الأسقف الثاني، تفضلوا خلي اللوحات جنبك دلوقتي، الأسقف نيافة الأنبا لوقا الأسقف العام. سيجلس وسينادى على اسمه أسقفا لإبرشية جديدة، هذه الإبرشية في جنوب فرنسا، وهي أول إبرشية قبطية أرثوذكسية. لنا إبرشية أخرى فيها نيافة الأنبا أثناسيوس، ولكنها تختص بالأقباط الفرنسيين، الفرنش كوبتيك أرثوذكس تشيرش. نيافة أنبا لوقا سيخدم كنائس جنوب فرنسا، وسيخدم أيضا كنائسنا في جنيف في سويسرا. وبالصورة دي هي تكون سويسرا استقرت، فيها جزء ألماني بيخدمه نيافة أنبا جبرييل أسقف النمسا، وجزء إيطالي يخدمه نيافة الأنبا كيريلوس أسقف ميلانو، وهذا الجزء الفرنسي سيخدمه نيافة الأنبا لوقا. أنبا لوقا طبيب، وله في الرهبنة 30 سنة، وخدم في كينيا لمدة شهور تقترب من سنة، ثم خدم في بلجيكا وفي فرنسا وفي سويسرا، وخدم في كنائس كثيرة في فرنسا، ثم صار أسقفا عاما في عام 2013 لخدمة الجنوب. وها نحن بنعمة المسيح ننشئ هذه الإبرشية لاستقرار الخدمة فيها وانتشار كنائسها. آباء الأساقفة العموم 6 كما قلت، سيخدمون في مواقع متعددة. الأسقف العام بحسب قانون كنيستنا تكفيه تزكية البابا البطريرك، ولكننا أيضا نشترك مع رؤساء الأديرة وسكرتارية المجمع وآباء أخر في الاختيار. الأول الراهب القمص بيشوي المحرقي، هو من دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط، له 35 سنة في الرهبنة. سيصير أسقفا عاما في منطقة الوادي الجديد والواحات، الواحات والوادي الجديد لم يكن فيها أسقف منذ 8 قرون، فهو يعتبر أول أسقف سيخدم بعد 8 قرون، وكان آخر أسقف فيها اسمه بقطر أو فيكتور يعني منتصر،
ولذلك اخترنا أن يكون اسمه الأنبا بقطر. تعب في منطقة الوادي وتعب في كنائسها ورسامة أبائها نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب، وصار مشرفا عليها وكان يزورها باستمرار، ولولا أتعابه وخدمته ما ابتدأ يستقر الحال فيها من خلال رسامة هذا الأسقف العام. كانت الاسم الرابع كانت الأقصر وإسنا وأرمنت أسقفية. وصار نيافة الأنبا يوساب أسقفا للأقصر فقط لأن خدمتها كبيرة، وبنعمة المسيح خدم فيها القمص باخوميوس الباخومي، خدم فيها وله في الرهبنة، هو من دير الأنبا باخوميوس بأسوان، له في الرهبنة 32 سنة وخدم خارجا، ونختار له اسم الأنبا يواقيم. الاسم الخامس والمختار الخامس أبونا إيلاريون أفامينا، أبونا إيلاريون أفامينا من رهبان دير القديس الشهيد العظيم ماريمينا بمريوط. كلمة إيلاريون معناها بهيك أو مبتسم أو ضاحك. له في الرهبنة 23 سنة وهو في الأصل محامي، و خدمته في الدير مشهود لها كثيرا. سيصير أسقفا عاما في منطقة الهجانة وألمازة، وزهراء مدينة نصر في كنيسة ماريمينا بمدينة نصر. سيصير مسؤولا عن هذه المنطقة في خدمته كأسقف عام فيها. الاسم السادس، المرشح السادس، الراهب القمص إكليماندوس أفامينا، له في الرهبنة 23 سنة وهو من رهبان دير الشهيد العظيم ماريمينا وحامل درجة بكالوريوس الهندسة المعمارية، وخدم في مواقع متعددة، لكن الخدمة الأخيرة كانت في ليون في فرنسا خدم فيها وخدمته مشهود له فيها، وخدم الطلبة هناك وأحبوه وأحبهم. ونختاره لكي ما نبدأ في تأسيس إبرشية جديدة في شرق كندا في أوتوا ومونتريال. سيكون أسقفا عاما في البداية إلى أن يسمح الرب بتجليسه هناك،
يعرف الفرنسية والإنجليزية، وهذه المناطق تحتاج اللغتين دول، ولذلك كان اختياره. كلمة إكليماندوس معناها حليم أو هادئ أو وديع، وسيظل بنفس الاسم إكليماندوس. المرشح السابع الراهب القصة أبولو الأنبا بيشوي، هو من رهبان دير القديس العظيم الأنبا بيشوي، وكان في الدير يحمل مسؤوليات، من أهمها مسؤولية أنه الراهب الكنيسي مسؤول عن الكنيسة. وفي السنوات الأخيرة، الأربع خمس سنوات الأخيرة، خدم في إبرشية النمسا في فيينا وكنائسها، وخدم أيضا في التدريس في الكلية الإكليريكية. نختاره لكي ما يكون أسقفا عاما لشمال فرنسا في باريس، وتحت اسم مارك على اسم القديس ماري موروس. وهو خريج كلية التجارة، وله في الرهبنة ما يقرب من 15 سنة. المرشح الثامن هو الراهب هرمين البراموسي، الراهب القس هرمين البراموسي، هو له 15 سنة من ساعة دخوله الدير، ترهب سنة 2002، وهو طبيب وخدم في الدير في عيادة الدير وكنائس الدير، وله كتابات روحية طيبة، وسيخدم أسقفا عاما في منطقة عين شمس والمطرية. هؤلاء الآباء الأحباء يحتاجوا الصلوات الكثيرة، لأن هذه المسؤوليات اللي يحملوها أمام الله مسؤوليات جسيمة تحتاج كل معونة إلهية. سنبدأ الطقس. أول حاجة في الطقس عشان نبقى عارفينه، أن في موكب من الآباء الثمانية هيبتدي يمشي في وسطنا وسط الشمامسة. الشمامسة يستعدوا عشان تتعرفوا عليهم وتشوفهم هم دول ولا غيرناهم. بعد هذا الموكب قراءة التعهد لأسقفة الإبرشيات، سيقرأ التعهد نيافة أنبا هيدرا، وللأسقفة العموم سيقرأ التعهد نيافة أنبا سرابامون. ثم بعد ذلك رشم الملابس. تفضلوا الشمامسة. Yeah.
من خارس لكم نهدى شوية عشان دخلنا دلوقتي في اجراءات الطقس. من فضلك اليفط اللي انت شايلها دي حطها جنبك في اخر الاجتماع، ابقى ارفعها زي ما انت عايز. تفضل. الخطوة الاولى قراءة التعهد، تعهد اساقفة الابرشيات، سيقرأه نيافة الأنبا هدرة مطران أسوان ويرددوه ورائي. أنا الضعيف غير المستحق، أنا الضعيف غير المستحق، المدعو بنعمة الله، المدعو بنعمة الله لعمل الأسقفية الجليل، لعمل الأسقفية الجليل، أتعهد أمام الله رب الأرباب، أتعاهد أمام الله رب الأرباب وراعي الرعاة، وراعي الرعاة ورأس الكنيسة غير المنظور، ورأس الكنيسة غير المنظور، وأمام مذبحه المقدس، وأمام مذبحه المقدس، وأمام أبي صاحب القداسة، وأمام أبي صاحب القداسة والغبطة،
والغبطة البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني وأمام أبائي وإخوتي المطارنة والأساقفة وباقي أعضاء المجمع المقدس والإكليروس وكل الشعب بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة التي وضعها الآباء الرسل الأطهار والتي وضعها المجامع المسكونية الثلاثة المنعقدة في نيقيا والقسطنطينية وأفسس وكذلك القوانين التي اعتمدتها الكنيسة للمجامع الإقليمية والآباء الكبار معلمي البيعة كما أتعهد بأن أنشر الكرازة بالإنجيل على قدر طاقتي وأتعهد أيضا أن أحافظ على تقاليد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وطقوسها وتعاليمها وأن أبذل كل جهدي في تعليم الشعب الإيمان السليم وقيادته في حياة القداسة والبر وأحاول أن أكون أنا نفسي قدوة في كل عمل صالح وأتعهد بأن أحب الرعية وأعاملها بالرفق والحكمة ولا تكون لي منها جماعة مختارة بل أهتم بالكل ولا أحكم على أحد بالسماع أو في غضب وإنما أعطيه فرصة للدفاع عن نفسه وأتعهد بأن أستمر في حياة الزهد التي نظرت لها نفسي ولا أعتبر مال الكنيسة كأنه مال خاص بي وأتعهد بأن أخضع لرئاسة الكنيسة العليا ممثلة في قداسة البابا البطريرك وفي المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية وأطلب من الرب أن يهبني قوة بصلواتكم حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة وأرعى بكل حرص هذه الرعية التي من يدي سيطلب الله دمها صلوا عني يا أبائي وأخواتي القديسين هامة يا لكم جميعا التعهد الثاني تعهد الأسقف العام سيقرأه نيافة الأنبا سربامون أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون ويردده المختارون الستة للأسقفية ورائهم. أنا ضعيف غير المستحق أن مدعو بنعمة الله لعمل الأسقفية الجليل
في الجليل أتعهد أتعهد أمام الله أمام الله رب الأرباب رب الأرباب وراء الرعاة وراء الرعاة ورأس الكنيسة غير المنظور ورأس الكنيسة غير المنظور وأمام مذبحه المقدس وأمام مذبحه المقدس وأمام أبي صاحب القداسة والغبطة وأمام صاحب القداسة والغبطة البابا تعدروس الثاني البابا البطريرس وأمام أباء المطارنة والأساقفة وأمام أباء المطارنة والأساقفة وباقي أعضاء المجمع المقدس وباقي أعضاء المجمع المقدس والكليروس والكليروس وكل الشعب وكل الشعب وأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير إلى النفس الأخير وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة التي وضعها الآباء الرسل الأطهار التي وضعها الآباء الرسل الأطهار والتي وضعتها المجامع المسكونية الثلاثة التي وضعتها المجامع المسكونية الثلاثة المنعقدة المنعقدة في نيقيا والقسطنطينية وأفسس في نيقيا والقسطنطينية وأفسس وكذلك القوانين التي اعتمدتها الكنيسة القوانين التي اعتمدتها الكنيسة للمجامع الإقليمية للمجامع الإقليمية والآباء الكبار والآباء الكبار معلم البيعة معلم البيعة كما أتعهد كما أتعهد أن أنشر الكرازة أن أنشر الكرازة بالإنجيل للإنجيل قدر طاقتي قدر طاقتي وتعهد وتعهد أيضا بأن أحافظ على تقاليد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بأن أحافظ على تقاليد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وطقوسها وتعاليمها وطقوسها وتعاليمها وأن أبذل كل جهدي وأن أبذل كل جهدي في تعليم الشعب في تعليم الشعب الإيمان السليم الإيمان السليم وقيادته في حياة القداسة والبر في حياة القداسة والبر وأحاول أن أكون أنا نفسي قدوة له في كل عمل صالح في كل عمل صالح وتعهد بأن أستمر في حياة الزهد التي نظرت لها نفسي وأن أجاهد في اكتساب الفضائل التي تليق بدرجة الأسقفية وتعهد أن أخضع لرئاسة الكنيسة العليا ممثلة في قداسة البابا البطريرك وفي المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية وأن أسير في عملي كأسقف عام حسب توجيهات قداسة البابا وإرشاده وأطلب من الرب أن يهبني قوة بصلواتكم حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة وأؤدي بأمانة كل ما يوكل إلي من أعمال صلوا عني يا أبائي وأخوتي القديسين هبطان لكم جميعا. الخطوة التالية الملابس ملابس الخدمة الكهنوتية موضوعة على مائدة أمام الهيكل وموضوع عليها أسماء الآباء ويشترك كل أعضاء المجمع المقدس في رشامة هذه الملابس حضور كل الآباء الأحباء أعضاء المجمع المقدس ومشاركتهم في رش هذه الملابس يعطيها قيمة وأهمية كبيرة وربما تكون المرة الوحيدة
التي تنال ملابس الكهنوت هذا العدد من الرشم المقدس. هنبتدي الرشومات والاباء هيطلعوا بترتيب ادميتهم للرشم الثاني. خنبران مبيوت نمشير بابن بما سواب ونوتي نوتي فزمارور انجيب نوتي بيوت بي بانتوكراتو آمين فزمارور تنجيب ابقنو غنيس انشيري صلى رستوس تنشور سنشير يسوس بخريستوس بنشوي آمين. Blessed be his only begotten Son, our Lord Jesus Christ. آمين. منوغني سنشير يسوس بخريستوس بنشوي Organis in Jesus Christus in show Amen in Jeb Organis in Jesus Christus in show Amen in Jeb Christus in show جيب فنو غنيس انشيري يسوس بي خريستوس بن شويس آمين فزمروت جيب فنو غنيس انشيري يسوس بي خريستوس بن شويس آمين فزمروت جيب فنو غنيس انشيري يسوس بي خريستوس بن شويس مراوت نجيب فنوكني سنشير يسوس بخريستوس بن شوي آمين مراوت نجيب فنوكني سنشير يسوس بخريستوس بن شوي آمين مراوت نجيب فنوكني سنشير يسوس بخريستوس بن شوي Amen. Amen. Tenjepe monogani sinchiri sos be Christos ben choice. Amen. Tenjepe monogani sinchiri sos be Christos ben choice. Amen. Monoganis and Jesus be Christus ben shoy. Amen. Maraot in Jebef Monoganis and Jesus be Christus ben shoy. Amen. Maraot in Jebef Monoganis and Shiri Jesus be Christus ben shoy. Amen. Monoganis and Shiri, Jesus be Christus ben Shois. Amen. Evismaro
منوگنی سنشیر سوز بخر سوز بین شوی آمین کسمارو تنجب فنوگنی سنشیر ایسوس بخر سوز بین شوی شیر سوز به خریستوس بین شویس آمین بیوز مرا تنجب منوگنیس این شیر سوز به خریستوس بین شویس آمین بس مرا تنجب منوگنیس این شیر سوز به خریستوس بین شویس آمین منوگنیس ان شیری سوز به خریستوس بین شوی آمین افز مروت ان جیب منوگنیس ان شیری سوز به خریستوس بین شوی مروت انجاب منوگنیس انشیر ایسوس به خریستوس بین شوی آمین مروت انجاب منوگنیس انشیر ایسوس به خریستوس بین شوی آمین مروت انجاب منوگنیس انشیر ایسوس به خریستوس بین شوی منوگنیس ان شیر ایسوس به خریستوس بین شویس آمین افز مارو او تنجبف منوگنیس ان شیر ایسوس به خریستوس بین شویس فز مراوت انجپیف منوگنیسی پشیری ایزوس بی کریستوس بین شویس آمین از مراوت انجپیف منوگنیس انشیری ایزوس بی کریستوس بین شویس منوگنیس ان شیر ایسوس به خریستوس بین شویس آمین منوگنیس ان شیر ایسوس به خریستوس بین شویس آمین فز مرا او تنجب منوگنیس ان شیر ایسوس به خریستوس بین شویس آمین مرا او تنجب منوگنیس ان شیر ایسوس به خریستوس بین شویس آمین فز مرا او تنجب منوگنیس ان شیر ایسوس به خریستوس بین شویس منوگنیس ان شیر ایسوس به خریستوس بین شویس آمین بزمرو تنجه
جيبف منو جنيس نشيري يسوس بخريستوس بين شويس بفنو كنيس نشيري يسوس بخريستوس بين شوي آمين فيز ماروت نجيب فنو كنيس نشيري يسوس بخريستوس بين شوي آمين فنو كنيس نشيري يسوس بخريستوس بين شوي منوغنيس نشير يسوس بخريستوس بن شويس آمين إزمروت انجف منوغنيس نشير يسوس بخريستوس بن شويس آمين إزمروت انجف منوغنيس نشير يسوس بخريستوس بن شويس سين شير يسوس بخريستوس بن شوي آمين إزمروت نجيب منوغنيس نشير يسوس بخريستوس بن شوي آمين إزمروت نجيب منوغنيس نشير يسوس بخريستوس بن شوي جيب فنوغانيس نشير إيسوس بخريستوس بن شويس آمين مروت جيب فنوغانيس نشير إيسوس بخريستوس بن شويس آمين نفز مروت جيب فنوغانيس نشير إيسوس بخريستوس بن شويس آمين منوغنيس نشير يسوس بخريستوس بن شوي آمين إزمروت نجيب منوغنيس نشير يسوس بخريستوس بن شوي آمين إزمروت نجيب منوغنيس نشير يسوس بخريستوس بن شوي آمين افز ماروت انجه بف منوغنیس انشیری ایسوس بخریستوس بن شویس آمین ماروت انجه بف منوغنیس انشیری ایسوس بخریستوس بن شویس آمین افز ماروت منوغنیس انشیری ایسوس بخریستوس بن شویس آمین از مرو